जब से आया परदेसी रूठी है किस्मत ऐसी तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी क्यों तोड़ा दिल मेरा घर आजा तन रब दा वास्ता मेरी आंखें तकती हैं रास्ता घर आजा तन रब दा वास्ता मेरी आंखें तकती हैं रास्ता فينا نبيع هالبيت لأنه هالبيت باسمك وباسم بابا خلص منبيع البيت ومناخد المصاري ومنعالج بابا فيهم البيت ما لازم ينباع أنا هذا اللي عم قوله ما لازم ينباع البيت لسا ما نمت ما اجاني نوم بشو عم تفكر؟ زبيدة ما بصير هالبيت ينباع أبدا لو إني بقدر ساوي شي كرمالكن أي شي لأنقذكن بس أنا مو طالع بإيدي أي شي إيه نحنا ما ضل عنا غير هالبيت وما رح أقبل ينباع من شاني ما رح أقبل ونحنا ما رح نقبل نتخلى عنك شو ما صار أنا بهمني تضلوا مأمنين على حالكن وتضلوا مرتاحين بحياتكن مستحيل أقبل ينباع البيت من شاني وأترككن بلا شي بهالدنيا مستحيل أقبل بهالشي مستحيل ما رح أقبل ينباع لو متت بعيد الشر عنك إحسان ليش عم تحكي هيك؟ زبيدة قلبي حاسسني إني رح أموت ورح أودعكن عن قريب كتير بس عندي طلب أخير بتمنى تعملي لي إياه بدي إياكي تزوجي بنتنا إيمان بسرعة بدي شوف عرسها وأفرح فيها قبل ما أموت لا تحكي هيك بترجاك عم تقطع لي قلبي بترجاك لا تكمل هالحكي بترجاك خلاص لا تبكي لا تبكي زبيدة انتي رح تكملي عني ورح تعيشي عمر طويل مع الأولاد وحياتك رح تكون مليانة سعادة وفرح انتي وولادنا وولاد أولادنا أحفادي رح يكبروا قدامك ورح تلعبي معهم وتدلليهم ورح تهتمي فيهم وتحكي لهم عني عن جدهم يلي مات قبل ما يقدر يشوفهم إحسان بلا هالحكي بترجاك لا عاد تبكي أنا ما بقدر أعيش بدونك لا تبكي ما رح يصير لك شيء هادي بس أنت رح تعيش لا تبكي بابا صحته معنا منيحة بالمرة بترجاك أخي تبطل هالسوسة بابا مشغول باله عليك وقلقان بترجاك إنك تطلع من هالوضع بسرعة قبل ما تضيع وتخسر كل شي أختي أنا شو ساوي؟ أنا مو قدران ساوي شي على القليلة حاول
أنا بحكي مع إيباد ومنحطك بمصحة مرتب، وكمان منعرضك على دكاترة شاطرين، وقتها أكيد رح تتحسن. وبابا شو من شانه؟ بابا رح يكون منيح، لا تخاف عليه. مبارح حكيت مع عمي عاصم، أقنعتهم إنه نبيع البيت، بهالطريقة فينا نأمن المصاري. أختي أنا كتير خايف. لا تخاف، قوي حالك شوي. أختي أنا ما بقدر كون مثلك أبدا. زياد كلياتنا في جواتنا مصدر قوة، بس لازم نعرف كيف بدنا نلاقي. شوف زياد، أول ما تخلص من شغلة الإدمان على الآخر رح تتغير حياتك وأفكارك رح تتحسن. عن جد عم تحكي؟ إيه عن جد عم بحكي. زياد بكرة رح تروح لعند بابا، بديك تقضي وقت منيح معه، بدي تحاكيه وتخليه يحس إنه هو حدا كتير غالي عليك وعلينا. رح حاول. لا زياد، مو بس بدي اياك تحاول، انت لازم تعمل هيك على الأكيد. إيباد شو صاير معك؟ من وقت اللي تركت هديك البنت قاعد بغرفتك، خبرني شو في ببالك؟ ولا شي أمي. طلع فيني شوي، خبرني شو صاير؟ ما في شي. عم تخبي على أمك؟ أبوها لإيمان صحته تعبانة كتير. هاد اللي شاغل لك بالك؟ ناوي زوجها لإيمان. أوه. ابني رح تتزوج هداك الشاب، هاد اللي كاتبه الله. وليش لحتى ما تتزوجني أنا؟ أمي أنا كتير بحبها لإيمان. ابني ما فيني شوفك ضعيف هيك، وكل هاد كرمال بنت. الله يخليك، بكفي جنان، حاول تنساها. شايفت لك مستقبل ناجح وحلو ابني، وما في داعي تخرب حياتك كرمال بنت حبيتها. تأخر الوقت هلأ ولازم تنام. أول ما تخلص من شغلة الإدمان على الآخر رح تتغير حياتك وأفكارك رح تتحسن. زياد شو صاير معك؟ شبك زياد؟ في 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 يلا قوم معي. ليش عم ترجف هيك زياد؟ قلي شبك. راسي عم يتكسر، شكلي ما رح اقدر اوقف ابدا، بعدي بدي اوقف. لا زياد لازم اوقف.
انت اكيد فيك توقف، عم تفهمني؟ ما رح يصير شي روق، ما رح يصير شي. حاول تتنفس اخي، رح اتصل بإيباد، استناني هون لحظة. برا؟ رفقاتي بالصف. كتير عم بيجوا لهون رفقاتك بالصف؟ دخلك؟ لشو كل هالزيارات؟ ايه لياخدوا ملاحظات. هلأ قليلي لشوف شو عم يعمل عمي عاصم مشان نبيع البيت ونخلص. إيمان، هذا بيت ما له خاتم لحتى ينباع بهالبساطة اللي بدك ياها. وبرأيي بدل ما تعدي تفكري ببيعت البيت، فكري بطلعتك منه عروس، ماشي؟ ما رجع إيباد؟ ليش وين راح؟ أخذ سيارتي مشوار، قال عنده شغلة مهمة بده يعملها. هي أول مرة بيطلب مني سيارتي، لهيك ما قدرت خجله هي المرة خالتي. بس ما راح عيره إياها على طول، يا ريت تفهميه هذا الشيء، ويا ريت تتصلي فيه وتقولي له يرجع بسرعة لأني مستعجل. إيباد؟ ابني وين كنت؟ كان عندي شغلة ضرورية. كان عندك شغلة ضرورية؟ بحياتك ما احتجت تطلب السيارة بمشاويرك لو شو ما كان عندك شغل. بس هالمرة أخذت سيارة رحيل. تعرف ما بحب هالتصرفات. بتتذكر لما لبست جاكيت رحيل؟ ايه أمي ايه، وبتذكر كمان الكافيه اللي ضربتيني اياه بوقتها. وبعرف إنه ما بتحبي هاي التصرفات، بس لو ما كان الوضع مستعجل ما باخد السيارة أبداً. هي آخر مرة بعملها. أنت بتعرف شو بدي منك؟ بدي ابني يصير أحسن حدا بالعالم وما يحتاج خدمة من أي حدا، وما تشغل لي بالي عليك. طيب أمي ليش كل هاد بتقلقي وبتخافي؟ بس أنا أم ومو بإيدي هالموضوع أبداً. دايماً مشغول بالي عليك ومشانك. خبرني وين رحت اليوم؟ أخذت أخوة لإيمان على الدكتور. إيمان وأخوة مرة تانية؟ أمي بترجاكي، هي بورطة هلا وما عندها حدا يوقف جنبها غيري، ما فيني أتركها. إمتى رح تتزوج هالبنت؟ ما بعرف، بس عن قريب. يا ريتها بتتزوج اليوم قبل بكرة. أمي تفضل. شو صار مع زياد؟
رجع للمخدرات. لا ماما، لا تخافي عليه بنوب، كل شي رح يكون منيح ورح يتحسن. بترجاكي لا تحكي شي لبابا عنه. إذا سألك قولي له إنه راح كم يوم لحتى يدرس عند رفقاته. ورح يصير منيح؟ إيه إن شاء الله رح يتحسن، وأكيد بابا رح يتحسن. بس يا ريت عمي عاصم يستعجل ببيعة البيت. إيمان أبوكي ما قبل بفكرة إنه نبيع البيت. ومين اللي خبروا عن بيعة البيت؟ أكيد عاصم، هو اللي قال له، وأصلاً ما كان فينا نخبي هالموضوع. إيه نحنا ما كنا رح نخبي ماما، نحنا كنا بحاجة شوية وقت مو أكتر، كنا رح نخبره بالوقت المناسب. إيمان اسمعي شوي، ويا ريت تفهمي علي شو بدي قلك. أبوكي بده ياكي تتزوجي سلمان، وهي أمنيته الوحيدة. بس أمي شو مشان صحته؟ أنتي لازم تسمعي رأيه، وبعدين خبري شو في براسك. نعمل خطبة بتجنن، يحكوا فيها كل المعازيم. شكراً إلك نبيلة، كلك ذوق. لا أخي إحسان، شو عم تقول أنت؟ سمعتكن سابقتكن ونيالنا ببنتك. تعي جربي من طبخي. نبيلة بدي إياهن يتزوجوا بسرعة، ويا ريت كمان خلال أسبوع. وأنا كمان بدي إياهن يتزوجوا بسرعة بصراحة، سلمان مستعجل. يلا قلو. ايه يا خالي، مو بس انت متمني يصير هيك، وخصوصي بعد نقلي لدبي. بصراحة حابب استعجل بالعرس أكتر من هيك. اللي انت شو قصدك؟ قصدك رح تسافر على دبي بعد الزواج؟ ايه بس نساوي العرس رح سافر لدبي لأشتغل. ماني قبلانة بهذا الزواج. أنا من الأول قلت لكم إني مو رضيان عن هالجازة. مرت أخي، شو هاد يلي صار من شوي؟ إذا إيمان مو مقتنعة ليش؟ هي كانت مقتنعة. صدقيني ما قالت أبداً إنها مو موافقة تتزوج سلمان. ليش هيك عم تعملوا لكان؟ قصدي البنت بترفض تتزوج وقت بتكون حاطة عين على حدا تاني. و إيمان لما رفضت زواجها من سلمان خلتنا نتأكد إنه في بقلبها حدا. ما في هيك شي يا نوشي، يعني لو في هيك شي كانت خبرتني بالقصة، أو كانت خبرت أبوها. بالمناسبة هلأ صح أنا ما بحب أحكي بهالقصص، بس هالكام يوم يعني في واحد من رفقاتها إجا لقدام البيت أكتر من مرة. لو سمحتي خالي نوشي، ما بصير تحكي هيك عن حدا إذا أنت ما في عندك إثبات عليه. أنا رح أثبت كلامي سلمان. إحسان 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 شبك إحسان حبيبي، شو صار لك؟ شو صار لك إحسان؟ يلا يلا إحسان يا حبيبي. شو بدنا بحكيهم نحنا؟ ما حدا فيهم مهتم لا فيني ولا بولادي، وآخر همي شو بدهم يقولوا عنا. عن جد؟ يعني بس التغى صارت الست إيمان بتطلع فيك، هلأ صرت بتناسبها يعني؟ شكلك جنيت. ايه أنا مجنون ماما، مجنون بحبها. ماما
ما بعرف شو صار لأحسان لحتى تعب فجأة. بالأول أخي إحسان تعب بسبب زياد، وهلأ بسبب بنته وحكيا. إذا من الأول ما بدها تتزوج كان لازم تحكي، يعني ليش لحتى ترفض بحضور الكل؟ تعرف إنه أبوها مريض؟ بكفي نوشي، دعي له الله يشفي وبس. شو قال الدكتور سلمان؟ حالة خالي مو منيحة أمي، وكتير خطرة. والدكتور جاب لكم سيرة العملية شي؟ العملية ما بتفيد شي لحالته، للأسف صحته كتير متدهورة هلأ. لشو انت رفضتي الزواج فجأة؟ وهيك قدام الكل؟ أخي حالته بالويل بسببك، عندك فكرة قديش جرحتي بهذا التصرف تبعك؟ كل القصة كان بدها كم يوم، ما كان فيك تستني بس يومين بما دبرنا حدا يشتري البيت لنعالج أخي فورا. عاصم ما قصر أبدا مشانكن، وكان عم بيقول إنه هذا البيت أكيد ما له أغلى من صحة أخوه، وكان متفق مع وكيل عقارات كرمال بيعت البيت. بس لا، هي البنت ما بيهمها أي شيء. خلص بكفي خالتي، نحن ما فينا نجبر حدا بالدنيا يعمل شيء هو مو مقتنع فيه. ايه كان لازم تقرر وتحكي من قبل، معناتها فوقها صحة أخي إحسان على قدها. هي كان لازم توزن حكيا وتفكر فيه منيح قبل ما تخبص. أنا بعتذر منك بابا، ما كنت متخيلة أبداً إنه رفضي للزواج رح يخليك تتعب وتزعل كل هالقد. أنا كتير آسفة، بعتذر منك. رفضك مو هو يلي زعلني بنتي، بس عدم ثقتك هو يلي زعلني منك. أنتي شايفتيني مرضان وعاجز، لهيك ما وثقتي وخبرتيني بشي. لا بابا صدقني مو هيك القصة بنوب. معناتها ليش لحتى ترفضي تتزوجي سلمان؟ في حدا تاني بحياتك؟ خبريني طيب إذا في هيك شي. لا ما في حدا بابا. معناتها شو القصة يا بنتي؟ القصة أنه ما بدي أتزوج واحد بده يشتغل ويعيش برا، ما بدي أقضي حياتي مثل أمي. ما بدي أعيش لحالي وتنعاد نفس القصة القديمة. ما بدي يصير مثل اللي صار بيناتكن أنت وماما. بنتي مو ضروري يلي صار معنا يرجع يصير معكن أنتو. أنت متوترة وخايفة شوي من فكرة الزواج، لو حكيتي قبل كنا تفاهمنا وحلينا الموضوع بسرعة. هذا مو شوية خوف يا بابا. هذا الخوف سرق مني طفولتي وأحلامي كلها. ماما ضلت لحالها وأنا كنت جنبها باللحظات البشعة اللي مرقت عليها. ما بتتخيل قديش كانت تتعذب، كانت تضل تبكي بسبب غيابك عنا طول الوقت. وفوق وضعك هلا، ما بدي التاريخ تبعك أنت وأمي ينعاد معي أنا. ما عندي قوة لأتحمل هذا الشيء. بنتي مو ضروري تكون حياتك مثلي ومثل حياة أمك، مو ضروري أبدا قصتنا ترجع تتكرر معكن أنتو. صدقني ما كنت حاطة ببالي أني أرفضه،
بس لما سلمان قال إنه طالع على دبي تذكرت الماضي كله وخفت. رجعت حسيت بنفس الخوف اللي كنت حسه بطفولتي. ما بدي القصة تتكرر معي. وإذا سلمان ما سافر ولقى شغل هون، ساعتها رح ترفضي شي أو تعترضي على شي تاني ما يعجبك؟ لا بابا، وقتها أكيد ما رح أعترض عليه وأكيد رح أقبل إني أتزوجه. اتصلي بزبيدة بابا، اتصلي بزبيدة يلا بسرعة. ألو؟ ألو إيباد؟ اللي كيفه زياد؟ رح يكون منيح، هلأ عم يتعالج بالمصح. الدكتور بيكون أبوه لرفيقي، رح يدير باله عليه منيح. شكراً إيباد، معروفك هذا ما رح أنسى. كيفه أبوكي؟ بابا مانو منيح، حالته صارت أسوأ من قبل، اضطرينا ناخده على المستشفى. ايه بس وقت شفته عندكن بالبيت كانت صحته منيحة، شو صار معه فجأة؟ كل الحق علي أنا. شو قصدك؟ شو هالورطة يلي حطونا فيها؟ شو بدهن يانا نخرب مستقبل ابننا مشان بنتهن قليلة الأدب؟ منصور شايف أخي مريض، ما بدي أكسر بخاطره. قليلن إنه ما بدنا، لسه بدهن سلمان ما يسافر ويقعد يشتغل هون، وأخوكي ما فيه شي، هذا كله تمثيل، كم يوم وبيتحسن وضعه وبيطلع من المشفى كمان. بكرة رح تشوفي كيف رح يطلع حكي صح. هي كلها تمثيلية وكذبة ليضحك علينا. شو المشكلة هلأ أخي؟ وليش معصب؟ مو أنت كنت دائما ترمي حكي علينا أنه سرقناهن وأنه نصبنا عليهن؟ ليكن أنتو كمان ما قصرتوا أبدا، وطالما هلأ صار عندكم فرصة عودوا. لكن وشي زودتيها، نعطينا بسكوتك بقى، ما حدا ناقصك أبدا. عن جد عيب منصور، هي بلشت تخبص. أبي بترجاك، الوقت مو مناسب أبدا. معناها روح خبر خالك إنه بطلنا وإنه ما فيك تنهي مستقبلك وشغلك كرمال بنته وطلباته. يلا ما في داعي تقوم وتحاكي بابا، أنا رفضت ومشي الحال، لا تعذب حالك. معناها ليش أبوكي كان عم يطلب نستعجل؟ بابا شو قصتك؟ بترجاك بيكفي بقى. ما عاد رح يطلب منك شي، ما بدنا شي منكم. إيمان ما في داعي تاكلي هم، أنا سلمان بترجاك، ما في داعي تترك شغلك مشاني، سافر على دبي. وإذا صار شي لأحسان طيب، مين بيتحمل المسؤولية؟ نحنا؟ أختي نبيلة عم بقلك من هلأ، بتعرفي إنه كل هم أخوكي إحسان إنه تتزوج إيمان من سلمان ويحضر عرسهم، بقى لا تستغربي إذا بيصر له شي. خالتي نوشي خلص بقى، بابا ما رح يصر له شي، ورح يشوف أمنيته عم تتحقق قدام عيونه وينبسط فيها. ما بدي حدا منكم يساعدني أو ينصحني بكلمة وحدة. ألو إيباد، شو قصدك هلأ؟ لا لا أكيد فيني إجي لعندك. إيه أمي، إيه رح حاول جيبها، بس إذا أمي ما قدرت تجي رح أجي لحالي. أكيد يا إيمان أنا جاي، أنت استنيني أنا على الطريق، لا تقلقي ما بطول. باي. أمي شو صار لك؟ ليش هيك عم تبكي؟ شدي حالك أمي. أنا كتير خايفة ومرعوبة يا إيمان، وحاسة إنه كل شي رح ينتهي فجأة. أمي
انتي ليش هيك عم تحكي وليش مزودتيها؟ ما رح يصير شيء. كيف بدك يعني احكي ونحن بهالوضع هاد؟ ما ضل عندي قوة لأتحمل. الدكاترة والممرضين بالمشفى أكدوا لنا إنه وضعه مانو منيح، وأبوكي فوقه متضايق وباله مشغول. كان حاطط كل أمله بعرسك وإنه يلحق ينبسط فيكي ويشوفك عروس، بس أنتي أنا رح خلي حلمه يتحقق. خلص لا تاكلي هم. بس أنا ما بعرف حدا منهم، كيف بدي يروح لهنيك؟ إيه أمي، مو ضروري تعرفيهم واحد واحد. أنت رايحة تزوري مريض أنا بعرفه، ولأن رفيقتي أنت رح تزوريهم. طيب ماشي، رح أجي معك. خليني روح جهز حالي. أمي؟ بصراحة القصة مو قصة الزيارة وبس. شو لكان؟ بصراحة أنت رايحة مشان تطلبي إيد إيمان من أبوه. كيف؟ إيه بابا بترجاك لا تطلب مني هيك طلب. صدقني ما فيني أعمل هيك شيء أبدا. بابا هاد طلبي الأخير منك، بدي أمن عليكي قبل ما الله ياخد أمانته. بدي منك تفهميني. بابا هلأ أنت ما عندك ثقة فيني؟ اللي ما عندك ثقة ببنتك؟ أنا ثقتي فيك يا بنت كبيرة وما لها حدود. بابا إباد رح يجي لهون ليطلب إيدي منك، يعني هو شاب كتير محترم عم يدرس معي بالجامعة وإنت شفته قبل بمرة، صح ولا لا؟ بعدين هو ساعده كتير لزياد وكمان كتير بيحبني. لا تزعل مني بس ما فيني أعمل شي بابا، أنا ما بدي أتزوج غيره. أنا كتير مبسوط، كلامك هاد فرحني كتير يا روحي. إيه هو شاب محترم، أنا شفته قبل وأنا واثق إنه رح يخلي بنتي مبسوطة ورح يعيشها حياة حلوة وسعيدة كتير. بس عاصم ونوشي وكمان نبيلة شو رح يقولوا؟ هنن رح يحكوا علينا. شو بدنا بحكيهم نحنا؟ ما حدا فيهم مهتم لا فيني ولا بولادي، آخر همي شو بدهم يقولوا عني. بنتي قولي لإباد إنه يجي ويجيب أمه لهون على المشفى هلأ، لأنه ما ضل معي وقت. لا بابا ما رح يصير لك شي، ما رح يصير لك شيء أبداً بابا. أنت شبك؟ قلي صار لمخك شيء يعني؟ من شوي كنت عم تقلي إنه بدنا نروح على المشفى نزور مريض، هلأ صار بدك تخطب؟ بصراحة عمي إحسان مانو منيح وبده يزوجها لإيمان قبل ما يموت، وهي أمنيته الأخيرة يعني. بس قلتلي إنه كانت رح تتزوج. إيه تتزوج، شو تغير يعني؟ لأنه هداك الزواج التغى، لهيك عم حاكيكي. عن جد؟
يعني بس التغى صارت الست إيمان بتطلع فيه، هلأ صرت بتناسبها يعني؟ شكلك جنيت. إيه أنا مجنون ماما، مجنون بحبها. وليش مستغربة يعني؟ ما أنا ابنه لسهيل ناصر يلي كان مجنون بحبك أنت كمان، يلي نسي عائلته ومرته وولاده والمجتمع وحكيه واختارك أنت، صح؟ إيه، وبسبب سهيل ناصر نفسه قضيت كل حياتي، قضيتها كلها وأنا أتعذب كل يوم، وهلأ ما رح خليك تعمل هالشي، ما رح أسمح لك أبداً. يعني ما رح تيجي معي؟ لا، ما رح وافقك على هيك جنان بالمرة. ماشي، أنا رايح لحالي لك، بس خلي ببالك شغلة ماما، أنا رح أرجع على البيت هاد ورح تكون مرتي معي، ووقتها ما رح يكون فيك تعملي أو تغيري أي شي، تمام؟ ما كان بدي هيك، بس انت ما قبلتي تيجي معي وما رح تطلبي لي ايدها للبنت، وبدك ياني روح لحالي على المشفى واطلب. انت عم تهددني؟ معقول جاي عم تقول هذا الحكي لامك؟ انت صار لك شيء؟ انا عم اقول لك شو رح يصير لقدام، ما بدي تتفاجئي لما اجيبها معي لهون على البيت وتصير مرتي. ابني ما لازم تعمل هيك شيء، انت كل حياتي، انت املي الوحيد. مزبوط ماما، متاكد من هالشيء، بس كمان هالبنت متأملة فيني اتزوجها، هي بحاجتي هلأ وما فيني اتركها، لأنه هي حبيبتي يلي بعشقها وبحبها، ما فيني زعلها أبدا. ماما ما تخجليني وتعي، بترجاكي. قلي دكتور، ليش بابا عم يضل غايب عن الوعي طول الوقت هيك؟ بسبب وضعه وبسبب الأدوية كمان. بس رح يتحسن وضعه مو هيك دكتور؟ منقول إن شاء الله يا بنتي، وأنتي كل شي فيك تعمليه هلأ إنك تدعي له بس، وما تخافي كتير، إن شاء الله بيتحسن وضعه. ماما تعالي. يلا يلا. أها، شكلي إجيت بوقت غلط، أنتوا رايحين لمحل؟ بصراحة إيه، أنا وماما رايحين نخطب. لسه ابنك ما خلص دراسته رايحة تخطبينه؟ بصراحة مستعجلين عن إذنك. شكله بيحبها كتير، مزبوط ما هيك؟ إيه مزبوط، معك حق بهالشي. منيح يلي إجيت بهذا الوقت، وإلا ما كنت رح أعرف وما كنتوا حتحكولي شي عن الموضوع. صحيح، مين العروس؟ من بيت مين؟ البنت من عائلة محترمة وأكابر كتير. ليش خالتي ما حكيتي ولا كلمة؟ يعني حدا يفهمني هي شو عم تعمل هون؟ سهيل كان صديق قديم كتير لأحسان، وإجا ليحضر مراسم العزاء. هلأ الزلمة راح من هالدنيا، لهيك أنا برأيي ننهي هالعلاقة بأسرع وقت. جب سے ہو یا پردیسی روٹی ہے قسمت ایسی. جب سے ہو یا پردیسی روٹی ہے قسمت ایسی. तेरे साथ जुड़ी हर सांस मेरी क्यों तोड़ा दिल मेरा. घर आ जा तेनू रब दा वास्ता. मेरी आंखें तकती हैं रास्ता. घर आ जा तेनू रब दा वास्ता. मेरी आंखें तकती हैं.